السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا في قناتي مروة زهرة. إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو جديد إزاي أحسن خط ابني بطريقة بسيطة جدا، وإزاي يكتب بأروع خط. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها إن شاء الله، وسيبولي تعليق كويس في الكومنتات على الفيديو علشان أتعرف عليكم وأعرفكم كلكم. اول حاجه حبايبي انا عايزه ابني يكتب بخط جميل، هعمل ايه؟ اول حاجه استخدام قواعد الخط الجميل منذ التاسيس، يعني من اول ما ابني يبدا يتعلم ويمسك القلم ابدا اعلمه يكتب بخط جميل وكويس، وانتبه ليه، مش هقول انا هخليه يكتب بخط كويس شويه كده يبدا يشخبط الاول، لا، في قواعد وفي اسس ان هو يبدا بيكتب بخط جميل من اول التاسيس. الحاجه الثانيه الكتابه بقلم خط تخين، سواء كان الطفل بيكتب بالقلم الرصاص او القلم الجاف، الخط التخين هو اللي بيخلي الطفل يحسن خطه ويبدا يديله ثقه في نفسه ان هو بيطلع احسن ما عنده في الكتابه. رقم ثلاثه استخدام الكراسه المناسبه للماده وقت الكتابه، يعني ابني بيكتب في اللغه العربيه يستخدم كراسه مربع، يستخدم كراسه السطور العريضة، التسع تسطر للتأسيس مثلا، كراسة المربعات للحساب، كراسة الإنجليزي بيكتب مادة لغة إنجليزية، كراسة السطور المتتالية لو بيكتب لغة عربية زي اللي قدامكم دلوقتي وأنا بشاور عليه. يبقى دلوقتي لازم يستخدم كل كراسة مناسبة للمادة اللي بيكتب فيها. الكتابة على السطر ممنوع النزول أو الطلوع من على السطر. أنا دلوقتي قاعدة أكتب وبعلمه في الكتابة وهو عمال يطلع من على السطر وينزل من على السطر، طبعا ده ممنوع منعا باتا، لازم اول ما اشوفه بينزل من على السطر او بيطلع من على السطر كل الكتابه تتمسح وابدا انبهه ان هو لازم يكتب على السطر وممنوع الطلوع او النزول، وكمان ممنوع تقليد خط المعلم لو المعلم خطه سيء، لان فقد الشيء لا يعطيه. كل اللي خطه سيء اي معلم خط سيء وابني بيقلده اكيد تلقائي هتلاقي خط ابنك خطه سيء زي خط المعلم. فلو انت لاحظت الموضوع ده لازم تبداي حضرتك من البدايه ان انت تبداي تكتبي لابنك بنفسك في الكراسه بتاعته بخط كويس، ويبدا ابنك يكتب نفس الطريقه بتاعتك لو حضرتك ملاحظه ان خط المعلم سيء. رقم 6 بقى ممنوع ان انت تمسكي ايده اثناء الكتابه تماما. انا ممكن اعمل لابني ايه؟ ممكن اعمل له نقط وهو يمشي على ده في بدايه التاسيس، لكن انا امسك ايده وابدا احرك انا ايدي شمال ويمين وابقى مسيطره على ايده ان هو مش عارف يتحكم في القلم، او ابدا اعوده ان انا اللي ماسكه ايده، طبعا هتلاقي النتيجه مش كويسه. بعد كده مراقبة الطفل أثناء الكتابة وتكرار كتابة السطر أكتر من مرة عشان يوصل لأفضل خط عنده. كل ما يكتب بخط وحش أمسح أنا الخط الوحش ده وخليه يعيد الكتابة مرة تانية ويبدأ يكتب بخط كويس لحد ما يطلع أفضل ما عنده في الكتابة. الحاجة المهمة جدا بقى، ودي نقطة أساسية جدا ولازم كلنا ناخد بالنا منها، إن أنا أسيب ابني يكتب بإيده اللي هو مرتاح فيها، سواء بيحب يكتب بإيده اليمين أو إيده الشمال، ما اضغطش عليه في النقطة دي بالذات لان دي حاجه اسمها قدرات عقليه، ممنوع الضغط عليه ان هو يكتب بايده اليمين عشان بيبدا هو حابب يكتب بايده الشمال. انا ولادي بتكلم عن من واقع تجربتي انا وخبرتي، انا ولادي عمر ما ضغطت عليهم وكلهم بيكتبوا بايديهم الشمال، وعمر ما ضغطت عليهم والخط طالع جميل. فانا طبيعي انا ابني حابب يكتب بايديه اليمين تمام، ابني حابب يكتب بايديه الشمال تمام، دي مش نقطه نقف عليها، اهم حاجه ان انا ابدا اعوده ان هو يكتب ويطلع افضل ما عنده في الخطة. بعد كده ان انا اعود الطفل يكتب الحرف مش يرسمه، يكتب الحرف يعني يبدا يفهم هو يكتب حرف ايه، يعني مثلا انا مثلا دلوقتي هبدا اديله مثلا حرف الالف مثلا، يبدا يكتب حرف الالف يفهم حرف الالف ده بيتكتب ازاي، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، شايفين انا بكتب ازاي، حرف الجيم وابدا انزل واعرف ان الجيم ده هينزل من على السطر، حرف الحاء، حرف الخاء، شايفين انا بكتب ازاي، حرف الدال، حرف الزال، حرف الراء، حرف الزاي، حرف السين، شايفين انا طلعت على السطر ازاي، حرف الشين، شايفين انا بطلع من على السطر ازاي، حرف الصاد طلعت ونزلت، حرف الضاد، شايفين حرف الطاء، حرف الظاء، حرف العين، حرف الغين،
شايفين؟ وكذلك أدب داي كتاب التعليم، إن أنا أبدأ أعرف ابني يكتب الحروف بشكل بسيط إزاي، زي ما أنا عرضته قدامكم كده. كمان ممنوع إن أنا أعود برضو، كمان في نقطة مهمة جدا، إن أنا أعود الطفل إزاي يربط الحروف ببعضها. هو مثلا هيبدأ يكتب كلمة زي كلمة مثلا خرجة، أدا مثلا كلمة خرجة خا، مش يروح يكتب لي الراء كده بقى بعيد وأنا سايباه، لأ أنا لازم أعوده يكتب خرجة خا را، شايفين؟ جا، وانا قاعدة جنبه هو بيكتب يبدأ يحط الحركات، ما ينساش كتابة الحركات، يبدأ يوصل الحروف ببعضها ويشبكها. ممنوع منعا باتا يكتب لي كل حرف في مكان. الكتابة على السطر زي ما انا قلت لكم دلوقتي، كل السطر اللي السطر واحد ممنوع الطلوع او النزول. وكمان في نقطة مهمة جدا، ممنوع ضرب الطفل او اهانته لانه بيكتب بخط سيء، لان اول ما هضرب الطفل او ههينه اقول له خطك وحش، انت بتكتب بخط مش كويس، لا هيرجع. ممكن في اطفال كتير جدا بتعند ويفضل مستمر وحاطط في دماغه ان هو خطه سيء ومش قادر يكتب الخط اللي يعجب حضرتك. فاحسن حل للموضوع ده ان انت تشجعيه وتحمسيه ان هو يطلع اجمل ما عنده في الخط. وكمان يا ريت تكون المنافسه بينه وبين اخوه، نشوف مين اللي هيكتب اجمل من التاني، نشوف مين اللي هيكتب وهتكون له هديه. الكلام ده بيحمس جدا الطفل ويبدا يعوده ان هو يكتب اجمل ما عنده. وانا في الاول بقى قبل ما اختم الفيديو ده مثلا، هكتب معاكم جمله في مقدمه تعبير بسيطه جدا. لو انا عايز اكتب مقدمه التعبير بطريقه بسيطه جدا وبخط جميل واوريكم وشوفهم انا هكتب ازاي، مثلا هكتب اهو معاكم مقدمه التعبير، ده تتكتب في اي موضوع تعبير بطريقه بسيطه جدا. هكتب مثلا اهو الحمد لله، شايفين اهو الحمد لله الذي رزقني قلبا خاشعا وعامل الفصلة لعلامات الترقيم، الحمد لله الذي رزقني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلما معبرا ساطرا، فبسم الله نبدأ وعلى هديه ونوره نكتب جملا وألفاظا بديعة في هذا الموضوع. أهو شفتوا ما أنا كتبت؟ الأمر بسيط جدا، نمشي على قواعد السطر، ما نطلعش ولا ننزل من عليه زي ما انتوا شايفين كده. ابدأ اتأنى كده في الكتابة وانا بكتب، مش عشان ضروري بسرعة بسرعة اخلص من الواجب وارميه وخلاص، لا بالراحة اكتب بخط جميل، امسك القلم كويس، القلم بمسكه بايدي اليمين، اللي بحب يمسك القلم بايده اليمين، ايدك على الكراس، ايدك الشمال على الكراسة ماسكة الكراس عشان تقدر تتحكم وتقدر تمسك القلم كويس جدا وتبدأ تطلع اجمل ما عندك في الخط بتاعك. انا قدمت معاكم مقدمة التعبير علشان الفيديو يبقى قيم ليكم، ازاي تقدروا تحسنوا خطكم وازاي تعرفوا تكتبوا مقدمة تعبير بسيطة جدا، الحمد لله الذي رزقني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلما معبرا ساطرا، فبسم الله نبدأ وعلى هديه ونوره نكتب جملا وألفاظا بديعة في هذا الموضوع. وفي اكتر من 50 مقدمة للتعبير بطريقة بسيطة جدا هقدمها لكم كتير في فيديوهات كتير، مقدمات مختلفة ليكم. يا رب اكون بقدم لكم معلومة مفيدة، بتمنى دعمكم ليا في الفيديوهات بالتعليق كويس على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. دعواتي ليكم جميعا بالنجاح والتوفيق، تحياتي ليكم مروة زهراء.